بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن في لقائنا الخامس في هذا الكتاب للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، وهو كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. وقد وقفنا في باب ألقاب الحروف وصفاتها الذي عقده الإمام مكي رحمه الله، وبين فيه جملة من هذه الصفات والألقاب، ويبين مع كل صفة ولقب سببه وعلته. وقد وقفنا عند الوصف التاسع. التاسع هو حروف الإطباق، يعني آخر ما وقفنا عنده الحروف الأصلية، ثم حروف الإبدال. وذكر رحمه الله تعالى الوصف التاسع من أوصاف الحروف وألقابها، فذكر حروف الإطباق، وذكر أنها أربعة أحرف: الطاء والظاء والصاد والضاد، وأخبر أنها إنما سميت بحروف الإطباق لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهذه الحروف. وفي المرة الماضية ذكرنا أنه عبر بهذا اللفظ أنه طائفة من اللسان وليس جميع اللسان، قال: وتنحصر الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها مع استعلائها في الفم، وبعضها في الإطباق، وبعضها أقوى في الإطباق من بعض، فالطاء أقواها في الإطباق وأمكنها لجهرها وشدتها، والظاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والصاد والضاد متوسطان في الإطباق. يعني حتى حروف الإطباق جعلها في مراتب، حروف الإطباق جعلها في مراتب، فأقواها الطاء لأن اللسان ينطبق فيها تماما على الحنك الأعلى الطاء، وأما الظاء فهي أضعفها في هذا الإطباق لأن اللسان لا ينطبق تماما على الحنك الأعلى، فلهذا يقول: الظاء أضعفها لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ما معنى هذا؟ هذا يبين لنا أن مخرج الظاء الذي نعرفه تماما فيه شيء من خلاف في التعبير. فالإمام مكي يقول: ينحرف إلى أصول الثنايا. إلى أصول الثنايا، أصول الثنايا هي اللثة، والذي نعرفه نحن دائما أنك عندما تنطق الظاء كأنك تخرج طرف لسانك فتجعله على أطراف الثنايا فتقول واضح، تجعله على أطراف الثنايا، لكنه يقول هنا لا، كأن اللسان أدخل فيصبح كأنك تقول أو غير أو، فرق بينهما يسير، ولكنه
يعتبر في السمع كأنه شيء واحد، ولهذا ذكر هنا انحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، لأن قائلاً يقول ما دخل الضاء بأصول الثنايا، وهي من أطراف الثنايا لا من أصولها، واضح ولا لا؟ طيب، قال وأما الصاد والضاد فمتوسطان في الإطباق، يعني في درجة واحدة من الإطباق. الوصف العاشر الحروف المنفتحة، وهي 25 حرفاً، وهي ما عدا حروف الإطباق المذكورة، وإنما سميت بالمنفتحة لأن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها، ولا تنحصر الريح بين اللسان والحنك، بل ينفتح ما بين اللسان والحنك وتخرج الريح عند النطق بها. الخلاصة أن اللسان لا ينطبق فيها وإنما ينفتح، هذا معنى حروف منفتحة. الحادي عشر حروف الاستعلاء، وهي 7، منها 4 الأحرف التي هي حروف الإطباق المذكورة، والغين والخاء والقاف، وإنما سميت بالاستعلاء لأن الصوت يعلو عند النطق بها إلى الحنك، فينطبق الصوت مستعلياً بالريح مع طائفة من اللسان مع الحنك مع حروف الإطباق المذكورة على هيئة ما ذكرنا، ولا ينطبق مع الخاء والغين والقاف، إنما يستعلي الصوت غير منطبق بالحنك. إذن كل حروف الإطباق لا بد أن تكون حروف استعلاء، اللسان لا ينطبق إلا أن يعلو، فلذلك كل حروف الإطباق 4 لا بد أن تكون من حروف الاستعلاء. الحروف 3 التي تزيد على 4 الإطباق هي الغين والخاء والقاف، فتقول أخ أغ أق. انتبه، هل هذه الحروف 3 منطبقة أم منفتحة؟ منفتحة. مستعلية أم مستفلة؟ مستعلية لا مستفلة، ولهذا هذا الفرق بينها وبين 4 الإطباق. وطبعا جمعها بعضهم حروف الاستعلاء في خص ضغط قض، هذه 7 الاستعلاء. قال 12 الحروف المستفلة، وهي 22 حرفاً، وهي ما عدا الحروف المستعلية المذكورة، وإنما سميت مستفلة لأن اللسان والصوت لا يستعلي عند النطق بها إلى الحنك كما يستعلي عند النطق بالحروف المستعلية المذكورة، بل يستفل اللسان بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجها. وهذا واضح أن الاستعلاء مقابله الاستفال. 13 حروف الصفير، وهي 3 الزاي والسين والصاد، وإنما سميت بحروف الصفير لصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير، ففيهن قوة لأجل هذه الزيادة التي فيهن. إذن الصفير من علامات القوة، يعني من الصفات القوية. يقول فالصفير من علامات قوة الحرف، والصاد أقواها، يعني أقوى حروف الصفير الصاد، والصاد أقواها للإطباق والاستعلاء اللذين فيها، والزاي تليها في القوة للجهر الذي فيها، والسين أضعفها للهمس الذي فيها. فانظر إلى هذه المراتب، أص أز أس، تشعر تماما أن الصاد هي أقواها، تليها الزاي تليها السين. 14 حروف القلقلة، هذه الصفة 14، يقول ويقال اللقلقة، تسمى بهذا وهذا، وهي 5 أحرف يجمعها هجاء قولك جد أو جد بطق أو بطق، واضح، وقطب جد، يعني هذه أسهل في السمع. قال وإنما سميت بذلك لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن وإرادة إتمام النطق بهن، ف
فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن، كأنه يبين مراتب القلقلة أيضا. وقيل أصل هذه الصفة للقاف لأنه حرف ضغط عن موضعه فلا يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد لشدة ضغطه واستعلائه، ويشبهه في ذلك أخواته المذكورات معه. القاف أعرف حروف القلقلة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وأعرفهن القاف كل يعدها. يقول: وقد قال الخليل: القلقلة شدة الصياح، وقال: اللقلقة شدة الصوت. فكأن الصوت يشتد عند الوقف على القاف فسميت بذلك لهذا المعنى، وأضيف إليها أخواتها لما فيهن من ذلك الصوت الزائد عند الوقف عليهن. والقاف أبينها صوتا في الوقف لقربها من الحق من الحلق وقوتها في الاستعلاء. إذن حروف القلقلة معروفة، وإنما كانت القلقلة في الحرف كما ذكرنا لأنه ينحبس فيه الصوت وينحبس فيه النفس، فلا يمكن أن يظهر إلا مع هذا الاضطراب وهذا التحرك الذي يقع فيه، يعني صوت يشبه النبرة عند الوقف عليه. إذا قلت أق أق فكأنك أتيت بشيء من نبر، واضح؟ فهو يقول يشبه النبر وليس عبارة عن نبر. الخامس عشر: حروف المد واللين. طبعا نحن اليوم نسرع، لماذا؟ حتى نستطيع أن نجمل الباقي، يعني لأننا سننبه على البعض بالبعض الآخر. يعني قال الخامس عشر: حروف المد واللين، وهي ثلاثة أحرف: الألف والواو الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة. وإنما سمين بحروف المد لأن مد الصوت لا يكون في شيء من الكلام إلا فيهن مع ملاصقتهن لساكن بعدهن أو همزة قبلهن أو بعدهن، ولأنهن في أنفسهن مدات. قال: والألف هي الأصل في ذلك، والياء والواو مشبهتان بالألف، وإنما أشبهت الألف لأنهما ساكنتان كالألف، ولأن حركة ما قبلهما منهما كالألف، ولأنهما يتولدان من إشباع الحركة التي قبلهما كالألف، ولأنهما يعرب بهما كالألف، ولأنهما يبدلان من الألف، والألف تبدل منهما في أشباه لهذا. انظروا إلى العلل التي يذكرها، يعني كأنه لا يدع علة يمكن أن يذكرها إلا ويذكرها. قال: وإنما سمين بحروف اللين لأنهن يخرجن من اللفظ في لين من غير كلفة على اللسان واللهوات، بخلاف سائر الحروف، وإنما ينسللن بين الحروف عند النطق بهن انسلالا بغير تكلف. حروف المد واللين، إذا قيل حروف المد واللين فهي حروف المد الثلاثة، واضح ولا لا؟ السادس عشر سيأتي أنهما حرفا اللين، وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، ولا يعتبران حرفا مد. لماذا؟ لأن صفة اللين بقيت وصفة المد زالت عنهما في هذا الوضع. ذاك يقول: السادس عشر حرفا اللين، وهما الواو الساكنة التي قبلها فتحة والياء الساكنة التي قبلها فتحة. وإنما سميتا بذلك لأنهما يخرجان في لين وقلة كلفة على اللسان، لكنهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغير حركة ما قبلهما عن جنسهما، فنقصت المد الذي في الألف وبقي فيهما اللين لسكونهما، فسميتا بحرفي اللين. السابع عشر: الحروف الهوائية. يقول: وهي أيضا حروف المد واللين المتقدمة الذكر، يعني كم هي؟ ثلاثة، واضح؟ قال: وإنما سميت بالهوائية لأنهن نسبن إلى الهواء، لأن كل واحدة منهن تهوي عند اللفظ بها في الفم، فعمدة خروجها في هواء الفم، وأصل ذلك الألف والواو والياء ضارعت الألف في ذلك، واضح؟ يعني شابهة الألف.
والألف أمكن في هواء الفم عند خروجها من الواو والياء. وتلاحظون أنه ما وجد سبيلاً، يعني الإمام مكي رحمه الله ما وجد سبيلاً إلى ذكر مراتب يذكرها، يعني عندما يجد السبيل إلى ذكر أي مراتب فإنه يذكرها ويذكر هذه المستويات، كما هنا أيضاً في باب أو فيما يتعلق بالحروف الهوائية جعلها مراتب أيضاً. قال: والألف أمكن في هواء الفم عند خروجها من الواو والياء، إذ لا يعتمد اللسان عند النطق بها على موضع من الفم. ألا ترى أن النطق بهذه الحروف إنما هو فتح الفم أو ضمه بصوت ممتد أو غير ممتد حتى ينقطع مخرجه في الحلق، وأصل ذلك الألف. والدليل أنك إذا مددت الألف حتى انقطع صوتك، يعني لو أنك قلت مثلا جاء ومددت حتى انقطع الصوت فإنك لا تدري أين ينقطع الصوت، يعني ينقطع للهواء، واضح؟ إيه نعم. يقول: الثامن عشر الحروف الخفية، هذا وصف أيضا استعمل، وهي أربعة: الهاء وحروف المد واللين المتقدمة الذكر، وإنما سميت بالخفية لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. يقول: إنما لفظها في هذا خفي بين حرفين أو بعد حرف أو حروف هواء، ولخفاء الهاء قووها بالزوائد على ما تقدم ذكره، كما قلنا يعني في به ومنه وهكذا. ولخفاء الهاء جاز لبعض العرب أن يحذف الواو بعد الهاء إذا كان قبل الهاء ساكن، وأن يحذف الياء بعد الهاء إذا كان قبل الهاء ساكن، فيحذف لالتقاء أو فيحذف لالتقاء الساكنين، ولا يعتد بالهاء حاجزا لخفائها. يعني إلى هذه الدرجة أصبحت الهاء لخفائها كأنها غير معتد بها. يقول: والألف أخفى هذه الحروف لأنها لا علاج على اللسان فيها عند النطق بها، ولا لها مخرج تنسب على الحقيقة إليه، ولا تتحرك أبدا، ولا تتغير حركة ما قبلها، ولا يعتمد اللسان عند خروجها على عضو من أعضاء الفم، إنما تخرج من هواء الفم حتى ينقطع النفس والصوت في آخر الحلق كما ذكرنا. يقول: ولذلك نسبت في المخرج إلى الحلق، فهي خفية في اللفظ، ولذلك لا تكون إلا متصلة بما قبلها، ولا تختلف حركة ما قبلها، ولا تكون إلا ساكنة. وقد ذكر بعض العلماء هنا أيضا، يعني نلاحظ أن الإمام مكي رحمه الله يذكر، ربما يذكر أحيانا قولا لبعض أهل العلم أو رأيا لغيره من أهل العلم، وكأنه من باب الذكر وعدم إغفال ذلك الرأي. يقول: وقد ذكر بعض العلماء أن في الهمزة خفاء يسيرا، وكذلك النون الساكنة فيها خفاء. السؤال الذي يرد: هل هذا يؤثر على نطق الحرف؟ إذا قلنا إن الهمزة فيها خفاء يسير وإن النون فيها خفاء يسير، هل هذا يؤثر على نطق الحرف؟ لا، النطق عندهم واحد، ولكن التعبير أحياناً قد يختلف، وأحياناً مستوى هذه الصفة في هذا الحرف يجعل بعضهم يقول إن فيه هذه الصفة ولو كانت يسيرة. ولهذا يعني موضوع الصفات هو مقارب في التعبير، لما نحن الآن نقول مثلا في التجويد أو في المصطلح الحديث الآن المعروف في علم التجويد، إن صفة الخفاء تخص الهاء، ولا يذكرون حروف المد، لا يذكرون حروف المد في حروف الخفاء، وإنما يقولون الخفاء صفة للهاء فقط.
طيب، وحروف المد ذكرها مكي هنا، وغيره ذكر أيضا الهمزة والنون الساكنة، لكنهم جميعا لا يختلفون في نطقها. واضح؟ في نطق هذه الحروف وإعطائها هذه الصفات، لكن التعبير هذا يعبر عن وجود هذا الخفاء، لأنه يعتبر أن الخفاء هو جزء، يعني مصطلح على أن هذا الحرف فيه ضعف شديد أو خفاء بحيث إنه لا يظهر، وهكذا يختلفون. التاسع عشر حروف العلة، وهي أربعة، والمعروف عندكم أن حروف العلة كم؟ وما هو الحرف الذي زاده؟ لماذا زادها؟ لأنها تتبدل بس. واضح ولا لا؟ هذا خلاصة للموضوع. يقول وهي أربعة: الهمزة وحروف المد واللين الثلاثة المتقدمة الذكر، وإنما سميت بحروف العلة لأن التغيير والعلة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب إلا في أحدها، تعتل الياء والواو فتنقلبان ألفا مرة وهمزة مرة، نحو كال وقال وسقاء ودعاء، وتنقلب الهمزة ياء مرة وواوا مرة وألفا مرة فتقول راس وبوس وبير. وقد أدخل قوم في هذه الحروف الهاء، لماذا؟ قال لأنها تنقلب همزة في ماء وأيهات، لأن أصله ماء وهيهات وشبهه. إذن كأنه يقصد بحروف العلة الحروف التي تتغير وتنقلب وتتبدل، ولذلك كل حرف فيه هذه الصفة ذكروه. واضح؟ والمشهور الحروف الثلاثة التي هي حروف العلة الثلاثة. العشرون حروف التفخيم، وهي حروف الإطباق المذكورة، يتفخم اللفظ بها لانطباق الصوت بها بالريح من الحنك، ومثلها في التفخيم في كثير من الكلام الراء واللام والألف، نحو ربكم رحيم، الصلاة، الطلاق في قراءة ورش. هنا سؤال: ذكر حروف التفخيم ولم يذكر الخاء والغين والقاف، لأنه قال هي حروف الإطباق المذكورة، وحروف الإطباق أربعة، فلماذا لم يذكر الثلاثة؟ تلاحظون الآن اختلاف عما نعرفه. بل ذكر حروفا أخرى هي الراء واللام والألف، أنها تفخم أيضا في كثير، مثلها في التفخيم في كثير من الكلام هذه الحروف، فلماذا لم يذكر الثلاثة؟ هذا سؤال، يعني أليست مفخمة؟ يعني الخاء والغين والقاف أليست مفخمة؟ فلماذا لم تكن من حروف التفخيم؟ نعم، أقل تفخيما. طيب الألف والراء واللام، أيوة، لكن الثلاثة هذه التي هي يعني نحن في التجويد حديثا يقول الحروف الاستعلاء هي حروف التفخيم، هكذا بدون يعني ذكر لفرق أصلا. طيب والغين، طيب إذا دائما مفخمة أين هي؟ لماذا لم يذكرها؟ هذا هو السؤال. يعني ليست حروف استعلاء، ذكر أنها حروف استعلاء، بالعكس تتأثر بما قبلها، يعني ممكن تكون مرققة؟ هل يمكن أن تكون مرققة؟ العين لا، الغين. عموما يعني هذا سؤال وبحث يعني حقيقي في الموضوع هذا، لماذا هل فاته هذا مع أنه ذكر اللام والألف والراء، أو أنه يعتبر أن الغين والقاف والخاء ربما في بعض الحالات أيضا تشبه الألف واللام والراء في كونها تنتقل إلى درجة أقل من درجة التفخيم العالية
فلو قلت مثلا يزر ومن يزر، لن تقول يزر وإنما تقول يزر، فكأنك جعلتها في مرتبة أقل. فهل لكون هذه الحروف الثلاثة يمكن أن تأتي في مرتبة منخفضة من التفخيم، يعني لا تلازم التفخيم دائما، ذكر حروف الإطباق فقط، أما حروف الإطباق الأربعة فهي تلازم التفخيم دائما، الطاء والظاء والصاد والضاد، هذه لا يمكن أن تفارق التفخيم، فلربما يكون هذا هو المقصود والله أعلم. طيب، قال: والتفخيم لازم لاسم الله جل ذكره إذا كان قبله فتح أو ضم، نحو قال الله، يعلم الله وشبهه، ولا تفخم اللام من قال، إنما التفخيم في اللام المشددة من اسم الله جل ذكره، والطاء أمكن في التفخيم من أخواتها. انظر، قلنا ما وجد سبيلا إلى ذكر مراتب يذكر مباشرة. الحادي والعشرون: حروف الإمالة، وهي ثلاثة أحرف: الألف والراء وهاء التأنيث. وإنما سميت حروف الإمالة لأن الإمالة في كلام العرب لا تكون إلا فيها، لكن الألف وهاء التأنيث، انتبه، لا تتمكن إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذي قبلهما، والهاء لا يمال إلا في الوقف، والراء والألف يمالان في الوقف والوصل. ما معنى هذا الكلام؟ الإمالة في الألف، ما مثالها؟ سيأتي مثلا لو قلت ديرهم، لو قلت ديرهم، إذا أملت الألف فلا بد أن تميل ما قبلها، لا بد أن تميل ما قبلها، يعني أنت تنحو بالفتحة التي على الدال نحو الكسرة فتقول دي، واضح ولا لا؟ لأنك تريد أن تميل الألف، تريد أن تميل الألف لأجل الكسرة التي بعدها، واضح ولا لا؟ لأجل الكسرة، فالألف ممالة، وإذا أردت أن تميل الألف فإن الألف لا تمال وحدها، لا بد أن يكون ما قبلها أيضا ممالا لإمالتها، واضح؟ ولذلك يقول هو: لأن الإمالة، لكن الألف وهاء التأنيث لا تتمكن إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذي قبلهما. وتاء التأنيث مثلا أو هاء التأنيث مثال إمالتها، لو قلت مثلا القيامه، القيامه، الآن انتبه، الميم هل أتيت بها مفتوحة؟ لا، وإنما أتيت بها، هل أتيت بها مكسورة؟ ليست مكسورة، لأن لو كانت مكسورة ستقول القيامه مه، لكن أنت تقول مه وليست مه، فرق بين مه وبين مه، واضح ولا لا؟ فلهذا إذا أملت هاء التأنيث هذه فإنك تميل الحرف الذي قبلها. وهناك بحث أيضا فيما يتعلق ب هل هذه الهاء نفسها تميلها أنت عند الوقف؟ يعني الآن لو قلت القيامه، الهاء التي وقفت عليها الآن ممالة؟ هذا بحث يعني يتعلق فعلا بالهاء، ويبدو والله أعلم أن فيها شيئا من إمالة، لأنك لو فتحتها، لو فتحت الميم لقلت القيامه، ولو أملت قلت القيامه، فقولك الهاء نفسها عندما تنطقها كأن الإمالة ما زالت موجودة فيها. ولذلك اختلفوا هل الإمالة في الهاء وفيما قبلها أو الإمالة فيما قبل الهاء فقط، واضح؟ هاء التأنيث، طبعا هذه في قراءة الكسائي، واضح؟ طيب، قال: والراء والألف يمالان في الوقف والوصل. طبعا هاء التأنيث هذه لا تمال في حال الوصل أبدا، وإنما في حال الوقف. يقول: ومعنى الإمالة أن تميل الفتحة نحو الكسرة وتميل الألف نحو الياء، وإذا أملت من أجل الراء فلا بد من إمالة ما قبلها، فإن كان ألفا فلا بد من إمالة ما قبل الألف،
لأن الألف لا تصل إلى إمالتها إلا بإمالة ما قبلها، ومعنى الإمالة في الألف أن تنحو بها نحو الياء. الألف إذا أملتها تنحو بها نحو الياء، ولا تقدر على ذلك حتى تنحو بالفتحة التي قبلها نحو الكسرة. فإذا قلت في ديرهم، واضح ديرهم، أملت الألف لأجل كسرة الراء، وأملت فتحة الدال لأجل إمالة الألف. فالألف وهاء التأنيث يمالان في أنفسهما ويمال ما قبلهما من أجلهما. لكن انتبه، والراء إنما يمال ما قبلها من أجلها إذا انكسرت وكانت قبلها ألف، وتمال هي من أجل غيرها نحو تري. إذا أملت الراء في تري الآن أنت تميل نفس الراء هنا تري، واضح ولا لا؟ واشتري أيضا. وأما ما قبل الراء هنا فلا يمال، لأنك ما تزال على فتح التاء تاء تاء ري، واضح ولا لا؟ فإذا الراء هي تمال بذاتها، لا تحتاج إلى أن يمال ما قبلها حتى تمال. طيب، الثاني والعشرون، الحروف المشربة ويقال لها المخالطة أو المخالطة، وهي الحروف الستة التي ذكرنا أن العرب اتسعت فيها فزادتها على 29 المستعملة، نحو الصاد التي بين الصاد والزاي، والهمزة بين وشبه ذلك، فهي مشربة بغيرها، وهي مخالطة في اللفظ لغيرها لأن غيرها يخالطها في اللفظ. هذا السبب يعني، كما ذكرنا من قبل الحروف التي هي مثل أز، واضح ولا، والهمزة المسهلة، واضح ولا لا، بينها وبين الألف، بينها وبين الياء، بينها وبين، كل هذه تعتبر مخالطة، حروف مخالطة، ليست حروفا يعني كما يقال مصفاتا، واضح، بل مخالطة مشربة. قال الثالث والعشرون، الحرف المكرر وهو الراء، سمي بذلك لأنه يتكرر على اللسان عند النطق به كأن طرف اللسان يرتعد به، وأظهر ما يكون ذلك إذا كانت الراء مشددة، ولا بد في القراءة من إخفاء التكرير. والتكرير الذي في الراء من الصفات التي تقوي الحرف، انتبه، صفة التكرير من الصفات القوية، من الصفات القوية. يقول والراء حرف قوي للتكرير الذي فيه، وهو شديد أيضا. هنا وقفة، كيف يكون شديدا وهو إيش؟ إيش ذكرنا من قبل؟ وهو متوسط، أليس كذلك؟ انتبه الآن حتى تعرف أن الإمام مكي رحمه الله لم يذكر التوسط، ما ذكر أن هنالك صفة تسمى التوسط، ولا صفة تسمى البينية، وإنما عندما ذكر لم يروي عنا، تذكرون لما ذكر هذه قال إن هذه ليست في شدة حروف الشدة، وليست أيضا في رخاوة حروف الرخاوة، واضح ولا؟ والآن هنا يبين فعلا رأيه فيها، فيجعل الراء أقرب إلى الشدة، واضح، وسيجعل اللام أقرب إلى الرخاوة كما سترون الآن. يقول والراء حرف قوي للتكرير الذي فيه، وهو شديد أيضا، وقد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام فصار كالرخوة لذلك. يعني هو أصلا شديد، لكن لأن فيه التكرير مال إلى الرخاوة فصار بين الشدة والرخاوة، هذا هو السبب، واضح ولا؟ وهذا يذكرونه أيضا في صفة الانحراف، يعني سيأتينا أيضا هذا في صفة الانحراف. طيب، الرابع والعشرون، لا يتيسر أن نتحدث بكل يعني بالتفاصيل الكثيرة، ولكن ما لا يدرك لا يترك كما يقال، فلذلك ننبه تنبيهات يعني عاجلة حتى نستطيع أن نشمل فقط الأبواب يعني الباقية بطريقة سنأخذ فيها نماذج إن شاء الله، ولذلك يعني ربما
من كان الفهم عنده بطيئا سيجد أسئلة كثيرة يحتاج إلى أن يسألها، ولكن إذا أعدت الكتاب مرة أخرى ربما فيما بعد ستفهم هذا فهما يعني واضحا بإذن الله. قال: الرابع والعشرون حرف الغنة، وهما النون والميم الساكنتان، سميتا بذلك لأن فيهما غنة تخرج من الخياشيم عند النطق بهما، فهي زائدة فيهما كالإطباق الزائد في حروف الإطباق وكالصفير الزائد في حروف الصفير، فالغنة من علامات قوة الحرف ومثلهما التنوين. إذن الغنة صفة قوية ولا ضعيفة؟ قوية، توصف بالقوة. طيب، الخامس والعشرون حرف الانحراف، وهما اللام والراء، وإنما سميا بذلك، انتبه، لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما وعن صفتهما إلى صفة غيرهما. إذن فالانحراف في المخرج وفي الصفات، هذا ربما يكون جديدا عند بعضكم لأنه في كتب التجويد دائما يذكرون الانحراف في المخرج ولا يذكرون الانحراف في الصفات. قال: أما اللام فهو من الحروف الرخوة، هذا اللي ذكرت لكم من قبل، لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة. يعني الأصل في اللام أنها رخوة، وهذا قول له يعني وجاهة. لماذا؟ لأن مدك صوتك باللام يسير، يعني لو قلت مد صوتك باللام ماذا تقول؟ تقول فتشعر أنها يعني تمشي في هذا، لكن العين مثلا ستشعر أنها أشد، فيها نوع من العسر، فيها نوع من العسر. طيب كيف تمد صوتك بالراء؟ ماذا ستقول؟ إيه، إما أن تكرر، والتكرير يدل على شدة أصلا، إما أن تكرر والتكرير يدل على شدة، وإما أن تحبس نوعا ما فتكون يعني فيها شيء من الرخاوة. ولذلك هم يقولون إن التكرير تتحفظ منه، خصوصا إذا كانت الراء مشددة، واضح ولا؟ تستطيع أن تقول أر فتجعل يعني جزءا من التكرير، واضح ولا لا؟ لكنك لا تجعلها راءات كثيرة، واضح ولا لا؟ وإذا أخفيت التكرير تماما فإنك ستقول أر وتجعل التكرير لا يظهر أصلا، واضح ولا لا؟ فتصبح كأنها منحبسة أصلا، فكأنها شديدة في الأصل فعلا، وهذا كلام له وجاهته، واضح ولا لا؟ لأن الذي فعلا ينظر إلى حروف التوسط يرى أنها ليست في التوسط سواء أيضا، واضح ولا لا؟ طيب الميم والنون أيضا، الميم إذا قلت مد صوتك بالميم كيف ستقول؟ تقول أم، فأنت الآن تمد صوتك بالنون أو بالغنة، والنون تقول أن، الأمر فيها يسير، فكأنها في الأصل يمكن أن تمد، فهي في الأصل كأنها رخوة وليست شديدة، إلا أن الراء كأنها هي التي مالت إلى الرخوة واللام مالت إلى الشدة. طيب قال المهم هنا يقول: أما اللام فهو من حروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة، فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة، ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخوة، فسمي منحرفا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة، فهو بين صفتين. طيب الآن يقول بين صفتين، لكن لم يلقب مكي، لم يلقب لقب التوسط، ولو كان التوسط موجودا من قبل لكان ذكره ضمن الألقاب، إذ ذكر ألقابا أخرى من هذا المعنى كثيرة، يعني ألقاب أخرى ذكرت ذكرها، وقال كل ما وقفت عليه من الألقاب أذكره، وهذا كأنه يدل على أن التوسط لم يكن مستخدما من قبل، يعني قبل الإمام مكي رحمه الله. قال:
وأما الراء فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج اللام، وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه، فسمي منحرفا لذلك. هذا فيما يتعلق بالمخرج. إذا قلت أن أر تشعر أن مكان الطرف طرف اللسان بالنسبة للنون يختلف عن الراء، فكأن الراء مالت إلى اللام. وفي التجويد الحديث يقولون مالت إلى ظهر الطرف، إلى ظهر طرف اللسان، يعني مش طرف اللسان، ظهر الطرف. لذلك تقول أن أر تشعر أن اللسان كأنه يميل إلى ظهر الطرف. هذا فيما يتعلق بالمخرج. يقول وقيل إنما سميت الراء منحرفة لأنها في الأصل من الحروف الشديدة، لكنها انحرفت عن الشدة إلى الرخاوة حتى جرى معها الصوت ما لا يجري مع الشديد لانحرافها إلى اللام وللتكرير الذي فيها، ولولا ذلك لم يجري معها الصوت عند النطق بها، لأن الأغلب عليها الشدة، والحروف الشديدة لا يجري معها الصوت على ما قدمنا من الشرح. طيب الآن سنحاول أن نسرع أكثر، يعني لا نقرأ كل الكلام وإنما نشير فقط إشارات لأن المعاني مفهومة تقريبا. يقول 26 الحرف الجرسي وهو الهمزة. لماذا جرسي؟ الجرس في اللغة الصوت، الهمزة لأنه يصوت بها، والعرب تستثقل الهمزة دائما لأن الجرس صوتها فيه صعوبة، ولذلك إذا كانت من كلمتين دائما ما يسهلون الثانية. واضح؟ اي نعم. فالجرس الصوت، وسميت الهمزة بذلك لأجل ما فيها من هذا الصوت. 27 الحرف المستطيل وهو الضاد. سميت بذلك لأنها استطالت على الفم عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام. طيب قال استطالت في الخروج من مخرجها حتى اتصلت باللام لقرب مخرج اللام من مخرجها. الاستطالة غير الرخاوة، الاستطالة غير الرخاوة، ولذلك إذا جئنا لنفصل في موضوع الضاد واستطالتها، يعني يقال في التجويد يعني في علم التجويد الآن إنها طويلة، كأنها طويلة في مخرجها، فهي مستطيلة في الفم، يعني فيها طول في المخرج. هذا أحد الأقوال في الاستطالة. طيب 28 الحرف المتفشي. متفشي يعني منتشر. وهو أي حرف الذي فيه تفشي؟ الشين. وقيل أيضا إن الثاء فيها تفشي، قيل إن الثاء أيضا فيها تفشي، وقيل أيضا إن الضاد فيها، أو ذكر الضاء، نعم هو ذكر قال تفشت عند حتى تصبح، وقد قيل إن في الثاء تفشيا، ومعنى التفشي كثرة انتشار خروج الريح. وقد ذكر بعض العلماء الضاد مع الشين أيضا، الضاد يعني ذكر بعضهم أنها فيها التفشي، وقال الشين تتفشى في الفم حتى تتصل بمخرج الضاء، والضاد تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام. قال وسمي هذان الحرفان مخالطين لأنهما يخالطان ما يتصلان به من طرف اللسان. طيب هل عندما نقول الضاد فيها تفشي معناه أنك ستغير من نطقك بها؟ لن يتغير، وإنما فقط الاعتبار بأن هذا الموجود من الانتشار هل يسمى تفشي؟ ولذلك قلت الثاء، واحد قال أث، قال هذا نوع من الانتشار، فنقول إنه فيه تفشي، لكن هل سيغير هذا من النطق بالثاء عند من قال بأن فيها تفشي ومن قال بأنه ليس فيها تفشي؟ لا. 29 والثلاثون الحروف المصمتة والحروف المذلقة. وهذا محتفى به في يعني صفاتي في كتب التجويد الحديثة، يعني من ذكر الإصمات والإذلاق، يعني ذكروها مع أنها صفة تعتبر كأنها كاشفة. يقول فبهذين اللقبين لقب ابن دريد الحروف كلها، يعني إما مصمتة وإما
مذلقة. طيب ما معنى المصمتة؟ يقول: حروف أصمتت أي منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب، إذ كثرت حروفها لاعتياصها على اللسان. فالمصمتة يعني حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف، أعني على ثلاثة، على أكثر من ثلاثة أحرف، حتى يكون معها غيرها من الحروف المذلقة. طيب، إذن المصمتة، إذا قيل ما معنى الحروف المصمتة، يعني إذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية أو سداسية فإنها لا يمكن أن تنفرد الحروف المصمتة فيها أصولا في العربية، لا يمكن أن تنفرد عن المذلقة، يعني لا بد أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة، واضح؟ فهذا مثل المعيار الذي يبين لك هل هذه الكلمة هي عربية أو دخيلة، حتى إلى هذا الحد يعني تستطيع أن تقول إنها دخيلة لأجل أنها ليس فيها حرف من حروف الذلاقة. طيب ما هي حروف الذلاقة؟ اللي هي فر من لب، الستة المعروفة، فر من لب، لا تجد أصولا، يعني كلمة من أصل رباعي أو خماسي أو سداسي ليس فيها حرف من حروف الذلاقة. وهذا يعني شيء يعني كأنه كما يقول مكي، يعني يقول هذا يعني يدل على أن في الحروف شيئا مستثقلا وشيئا مستخفا، وأن يعني يقول فاعرف هذا الأصل فإنه أصل مثقف لكلام العرب دال على حكمة الله جل ذكره في لغتها. واضح؟ كأن اللغة العربية فيها هذا سر من أسرارها، يعني إنه فعلا معيار يبين لك أن هذه الكلمة ليست عربية الأصل بكونها لا تشتمل على حرف من حروف الذلاقة إذا طالت الأحرف صارت رباعية أو خماسية أو سداسية. طيب في الثلاثي يمكن أن لا تأتي حروف الذلاقة؟ نعم، ممكن أن تأتي كلمة يعني من ثلاثة أحرف ليس فيها حرف من حروف الذلاقة، لكن أربعة خمسة ستة لا بد أن تشتمل على حرف من حروف الذلاقة. طيب، قال: الحادي والثلاثون الحروف الصم، وهي الحروف التي ليست من الحلق ما عدا السبعة الأحرف الخارجة من الحلق. مكي يجعل حروف الحلق كم؟ سبعة بزيادة الهمزة أصل الألف، يزيد الألف، واضح ولا لا؟ يزيد الألف معها. فغير هذه السبعة يسميها الصم، الحروف الصم، يعني هذا استخدم في اللقب، يقصد استخدم في اللقب. قال: نقل عن الخليل في كتاب العين قال: والحروف الصم التي ليست من الحلق، مع أن الخليل لم يذكر بعض هذه الحروف في الحلق، واضح ولا لا؟ يعني هل ذكر الخليل الألف في حروف الحلق؟ لم يذكرها، واضح؟ نعم. طيب، قال: الثاني والثلاثون الحرف المهتوف، مهتوف، وهو الهمزة، سميت بذلك لخروجها من الصدر كالتهوع، فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد، والهتف الصوت الشديد، يقال هتف به إذا صوت، وهو بمعنى الجرسي كما مر معنا من قبل. طيب، يقول: وقد ذكر بعض العلماء في موضع المهتوف المهتوت بتاءين، لأن الهمزة إذا وقفت عليها لانت وصارت إما واوا وإما ياء وإما ألفا، فهي كأنها مهتوتة. قال: الثالث والثلاثون الحرف الراجع، قال: وهو الميم الساكنة، سميت بذلك لأنها ترجع في مخرجها إلى الخياشيم لما فيها من الغنة. ثم زاد مكي قال: ويجب أن يشاركها في هذا اللقب النون الساكنة، لأنها ترجع أيضا إلى الخياشيم للغنة التي فيها، فهو هنا ذكر اللقب وأضاف عليه. الرابع والثلاثون الحرف المتصل، وهو الواو،
قال: وذلك لأنها تهوي في مخرجها في الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألف. طيب، قال أبو محمد، هنا وقفة الآن: فهذه 34 لقبا للحروف قد بيناها وشرحناها، وكل واحد من هذه الألقاب يدل على معنى وفائدة في الحرف ليس في غيره مما ليس له ذلك اللقب. حتى الآن إذن 34. قال: وبقيت 10 ألقاب تمام 44 لقبا لقبها بذلك الخليل بن أحمد في أول كتاب العين، جعل ألقابها 10 مشتقة من أسماء المواضع التي تخرج منها الحروف. إذن هذه الألقاب 10 التي سيذكرها هي ألقاب الخليل بن أحمد التي لقب بها الحروف، وهي متعلقة بالمخارج. واضح ولا لا؟ ليست متعلقة مثلا بالصفات أو كذا، لا، متعلقة بالمخارج. فيقول الأول من 10 الحروف: الحلقية، وهي 6. حلقية 6 ولا 7 عنده؟ هنا الآن يقول 6. لماذا؟ لأنه يقول هذا لقب الخليل، فلذلك لا بد أن يذكر حروفه. واضح ولا؟ قال 6: العين والحاء والهاء والخاء والغين والهمزة. نحن دائما في الترتيب نقول إيش؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، لكن الترتيب هنا مختلف: العين والحاء والهاء والخاء والغين والهمزة. لماذا هذا الترتيب؟ ارجع إلى الخليل وانظر فيه. طيب، نسبهن إلى المكان الذي تخرج هذه الحروف منه، وهو الحلق. الثاني: اللهوية، وهما حرفان القاف والكاف للهاه، واللهاه ما بين الفم والحلق، فسماهما لقرب مخرجهما من اللها. الثالث: الحروف الشجرية، وهي 3: الشين والضاد والجيم. الشين والضاد والجيم، واضح ولا لا؟ وفي التجويد الحديث نقول الياء، واضح ولا لا؟ وليس الضاد يعني، واضح. طيب، قال: سماهن لأنه نسبهن الموضع الذي يخرج منه، وهو مفرج الفم، يعني منفتح الفم، وقيل مجتمع اللحيين عند العنفقة. العنفقة هذه يعني اللي هي ما تحت الشفة السفلى يعني. طيب، الرابع: الحروف الأسلية، وهي 3: الصاد والسين والزاي، نسبهن إلى أسلة اللسان يعني طرفه. الخامس: الحروف النطعية، الطاء والدال والتاء، نسبهن إلى نطع الغار الأعلى، يعني نطع الفم اللي هو الغار الأعلى، سقف الفم الأعلى. السادس: الحروف اللثوية أو اللثوية، للثة يعني النسبة إلى اللثة، وهي 3: الظاء والثاء والذال، نسبهن إلى اللثة أو إلى اللثة هنا ذكر، لأنهن يخرجن منها. واللثة: اللحم المركب فيه الأسنان. طيب، الظاء تخرج من أين؟ يعني هذه الثلاثة أصلاً، الظاء والذال والثاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا ولا مع اللثة؟ طيب، إذن انتبه معنى هذا. لو قلت انتبه تشعر أن الصوت فيه شيء من اختلاف، لكنه ظاء، فلهذا إذا نسبت إلى اللثة معناه أنها فعلا يعني لثوية. واضح؟ ممكن أن تقول إيش دخل اللثة في هذه؟ المفترض أن يكون طرف اللسان. لا، النطعية ممكن تقول هذيك اللي لها علاقة، الطاء والدال والتاء، كان هي التي تسمى لثوية لأن لها علاقة باللثة، لكن لماذا الظاء والذال والثاء هذه التي تسمى باللثوية؟ واضح؟ طيب، الذلقية أو الذولقية، الراء واللام والنون، نسبهن إلى ذلقي اللسان اللي هو طرف اللسان. قال أبو محمد: وجدت في بعض نسخ كتاب العين للخليل رحمه الله حروف الذلق، الراء واللام والنون والفاء والباء والميم 6، جمعتها أنا، يقول، في نمر فبل، ويجمعها أيضا قولك مل فنبر، هي فر من لب يعني، وإن شئت قلت فر من لب. وفي هذه الحروف حكمة،
نفس الكلام الذي ذكره من قبل، وذلك أنه لا توجد كلمة خماسية من كلام العرب إلا وفيها من هذه الحروف، فإذا أتت كلمة خماسية ليس فيها شيء من هذه الحروف فليست من كلام العرب، فهذا أصل فافهم. الثامن الشفهية، ويقال الشفوية، وهي ثلاثة: الفاء والباء والميم، نسبت إلى الشفة. التاسع الجوفية، وهي الألف والواو والياء التي وحروف المد واللين، نسبهن إلى الجوف. قال: وزاد غيره معهن الهمزة لأن مخرجها من أقصى الحلق وهو يتصل بالجوف، واضح. العاشر الهوائية، وهن الجوف، يعني نفس حروف الجوف، وقد تقدم ذكرهن وشرحهن. فذلك أربعة وأربعون لقبا بتكرير لقب واحد، ما هو؟ الهوائية، واضح ولا لا؟ طيب، فاعرف هذه الصفات والألقاب واختلاف معانيها وأحكامها وطباعها، فلولا اختلاف صفات الحروف ومخارجها وأحكامها وطباعها التي خلقها الله جل ذكره عليها ما فهم الكلام ولا علم معنى الخطاب، ولكانت الأصوات ممتدة لا تفهم من مخرج واحد وعلى صفة واحدة كأصوات البهائم. فصل. قال المازني: إن الذي فصل بين الحروف التي ألف منها الكلام سبعة أشياء: الجهر والهمس والشدة والإرخاء والإطباق والمد واللين. قال: لأنك إذا جهرت أو همست أو أطبقت أو شددت أو مددت أو لينت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد. قال: فعند ذلك يأتلف الكلام ويفهم المراد. قال: ولو كانت المخارج واحدة والصفات واحدة لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة لا تفهم، فهذه حكمة جبل الله عليها هذه الحروف في أصوات بني آدم لتخرج بهذه الصفات عن جنس أصوات البهائم، لأن أصوات البهائم لا اختلاف في مخارجها ولا في صفاتها، ولذلك لا تفهم. فباختلاف صفات هذه الحروف في ألفاظ بني آدم واختلاف مخارجها وتباين طباعها فهم الكلام وظهر المعنى القائم الذي في نفس المتكلم للمخاطب وعلم المراد. انتبه، الحروف لها، أو خلينا نقول العجماوات يعني حيوانات، لها منطق، ها لها منطق، علمنا منطق الطير، فالطير لها منطق، واضح ولا لا؟ يعني لها لغة تفهم بها بعضها، واضح ولا لا؟ لكن هل يفهمها الإنسان؟ هذا تعليم من الله عز وجل، علمه سليمان عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ فبناء على هذا العجماوات أو أصوات البهائم واحدة لأنها لا تختلف في المخارج والصفات، أما الإنسان فعلم البيان، وهذا هو الفرق بين بني الإنسان وبين غيره. وذلك كما ذكرنا من قبل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نختم بقول أبي محمد: قال أبو محمد: وإذ قد ذكرنا صفات الحروف وطباعها وألقابها فلنذكر الآن مخارج الحروف حرفا بعد حرف. إذن سيرتب لك الآن ذكر الحروف حرفا بعد حرف، ونذكر مع كل حرف ما يليق به من ألفاظ كتاب الله تعالى مما في اللفظ به إشكال أو فيه بعض صعوبة على اللسان. إذن المواضع التي فيها صعوبة في النطق سيذكرها، فيتحفظ القارئ منه عند قراءته ويأخذ نفسه بالتجويد فيه وبإعطائه حقه وإخراجه من مخرجه، والله المستعان على ذلك كله. ثم قال: الحروف التي تألف منها كلام 16 مخرجا للحلق منها 3 مخارج، وبدأ يذكر المخارج من باب الهمزة، بدأ بباب الهمزة ثم فصل فيه تفصيلات كثيرة حقيقة، وهو من أجود الأبواب يعني باب الهمزة، ثم انتقل إلى الهاء، ثم ذكر حروف الحلق، ثم انتقل إلى حروف اللسان، ثم انتقل إلى الشفتين، ثم انتقل إلى الخيشوم، إلى أن وصل إلى الميم والواو
إلى أن وصل بعد ذلك باب الغنة، يعني ذكر الحروف كلها إلى أن وصل إلى باب الغنة، وبعد الغنة قال باب الاختلاف في المخارج، يعني 16 أو 14 والقول الثالث الذي هو 17، ثم عقد بابا للمشددات، المشددات لأن العناية بها مهمة، يعني أحيانا تجتمع ثلاثة مشددات، لجي يغشى كيف تبينها، واضح ولا لا؟ دري يوقد، ثلاث شدات وهكذا يعني. ثم ذكر بابا يتعلق بالوقف على المشدد، ثم ذكر بابا في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكر أن أحكامها كم؟ 6، ونحن نعرف الأحكام كم؟ طيب هي ولكن هو فصل في الإدغام فقط، يعني فصل في الإدغام. وهنا يعني هذا الباب الأخير في الحقيقة أحكام النون الساكنة والتنوين يبين لك أن ترتيب كتب التجويد يختلف عن هذا الترتيب الذي رتبه الإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله. نحن الآن عندما ندرس التجويد أول شيء ندرس أحكام النون الساكنة والتنوين. الإمام مكي جعل أحكام النون الساكنة والتنوين هذا عبارة عن فصل صغير في آخر الكتاب، كأنه كمل به الكتاب. طيب أين المدود في كلام الإمام مكي رحمه الله؟ أين المدود؟ أبواب المد التي هي في كتب التجويد الآن تعتبر نصف الكتاب أحيانا، المد اللازم ومد البدل والمتصل والمنفصل أين المدود هنا؟ هل هذا نقص في الكتاب؟ لماذا لم يذكر المدود؟ حروف المد يعني كأنه يقول هذه لا تحتاج إلى ذكر، لأنك لو جئت تنظر إلى أسباب هذا المد هو الهمز هذا، واضح ولا لا؟ لكن التفصيل الموجود عندنا اليوم في المدود وهذا المد اللازم وأقسامه وخلاصته ما هي؟ إذا جاء بعده همز أو سكون فقط، يعني هذه الخلاصة. طيب أين أبواب لام الشمسية والقمرية؟ هذه يعني لا تتعلق بي، هي من باب الإدغام، يعني تدخل في جزء من الإدغام أصلا، لو تكلمت عن الإدغام ستتكلم عنها، الإدغام والإظهار. طيب أين مثلا أبواب، إيش في من الأبواب أيضا في التجويد؟ لام الفعل. طيب الوقف والابتداء علم مستقل، واضح ولا لا؟ علم مستقل. طيب أحكام الراءات طبعا موجودة لأنه تكلم عن الراء وكذا. أين أين مثلا الميم الساكنة؟ أحكام الميم الساكنة أيضا نفس القضية فيما يتعلق ب يعني إذا جاء بعدها شيء من الحروف أو يعني سطرين تكفي، واضح ولا لا؟ إذن فجل الاهتمام كان بماذا؟ بقضية الصفات والمخارج، ولهذا هكذا كانوا يعتبرون القراءة. هو يقول لك الآن الأبواب التي عقدها الهمزة وغيرها والعين وكذا إلى آخره، كأنه مقرئ يعلمك، ولو كان عندنا وقت لجربنا لكن يبدو أن الوقت لا يسعفنا نحن بهذا، ويذكر لك كيف تتحفظ في كل لفظة من هذه الألفاظ التي، يعني لو عددنا الألفاظ التي ذكرها ستبلغ مئات كلها من القرآن، معناه كيف ستنطق بهذه الكلمات، كأن مقرئا يقرئك. فهذا الكتاب فعلا يعد كأنه كتاب اقراء، واضح ولا لا؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.